ماشي ماشي ياس، ماشي. سلام حبيبي. رح يحكي مع المخفري بالمنطقة. كأنه ما أنه متحمس كتير؟ ما ضروري يكون متحمس، هو بيشوف المسائل بطريقة غير طريقتنا. بالنسبة له الموضوع واحد خارج عن القانون. صحيح، هو فعلا خارج عن القانون. معناها أكيد غياس رح يتصرف. مرحبا. إيه؟ كيفكم؟ شو عم تحكوا موضوع خاص؟ ما في شي بيتخبى عليكي. بدنا نسكر له محله العماد. شو بدكم فيه؟ اصلا هو مخالف للقانون. بس هذا الحكي انت بتعرفه من الاول، شو اللي خلاك هلا بدك تتدخل؟ انا من اول ما رحت شوفه كنت رح اعلق معه، وسال جابر وقال لي مخالف. ايه تصطفل، بس هذا الموضوع ابدا ما دخله بموضوع ليلى. انا بدي اشوف شخص رح يوصلني إلها. شو صار مع فؤاد؟ ما قدرت طلع، رح ينام هنيك ليله. تهمينه بقتل هشام. هيك شيء. بس ما في ولا اي دليل ملموس، مشان هيك ما رح يقدروا يخلوه عنده. فهموني شو القصة؟ هاد واحد مربي لجابر. رح احكي لك. هو اتهم امي بحريق المعمل. هربت واخذتني معه وحطتني بدير. هنيك كان في رسام اسمه فؤاد. هو اشرف على تربيتي مع الاب الياس وماما انطوانيت. وهلا ليش محبوس؟ نحكي له؟ نحكي له، بس ما يفكر اني قصدا عم بقول هيك. هلا ما رح فكر شيء، بس احكولي. يلي حرق المعمل فعلا واحد اسمه نبيل الصاحب. وينه؟ ليش ما هو المكموش؟ هرب وفكروا ميت. طبعا انا بدي دافع عنها يا فالنتينو. مش بدافع ولا حاجه، بس بعيد. ليش حبك؟ انت ريحتي دلوقتي. ما عرفتك انت بدك تجي؟ ما قالت لي شيء، اتصل فيها. ما عم بترد. كان موجود ساعتها. حط لك العشاء؟ لا، وطي لي هالزفت. طب اطلب لي ملف واسكن له ملف. يلا، أنا رح روح. طولي بالك عم تسمع القصة؟ بعرفها. طيب كنت بدي أحكي معك. إيه احكي. لحالنا. إذا بتحبوا أنا بطلع. لا لا معلش جابر، شكرا، نحن طالعين، عن إذنك. باي جابر. باي. الو سوزان، يعني بفهم من كلامك انه جابر اخوها لليلى؟ بس سامي دير بالك، هو ما بيعرف ونحن ما بدنا نقول له هلا. ليش؟ بيساعدني كثير اذا عرف. ما بعرف، امه هيك بدها. معناها اللي قتل ابي هو جودة المحمود؟ هو. يخرب بيته على هالقلب اللي له. بعدين كيف بيقدر يشاركنا؟ كيف بيشتري ارض المصنع القديم؟ بجوز ضميره عذبه وحب يكفر عن ذنوبه. ما فشر وحياتك ما بسمح له. سامي هلا ما رح تقدر تعمل شيء لانه كل شيء سقط مع الزمن. بقدر اعمل كثير، ما رح خليه يتهنى بحياته. كيف؟ انا بعرف كيف. كمان بنته كملت الشر وحرمتني من ليلى. لك مو قلت لي مو هي؟ اكيد لها يد، بس لو اعرف كيف. يلا انت تاخرت على جابر، فوت. اهلا، انت صاحب المحل؟ اي نعم، مين حضرتك؟ نقيب غياس بالامن الجنائي. اهلا وسهلا. خير؟ اعطيني ورق المحل اذا فريت. ليش هيك؟ يعني عفوا، بس كيف هيك بتقتحموا المحل وبتحتجزوا الناس؟ يعني بيانو حق؟ في شكوى عليكم بخصوص اقامه حفلات وازعاج الجوار. بعدين لسه ما اعطيتني ورائك لشوف شو في عندك رخص. مثل ما انا شايف الموضوع ماله محرز، فخلينا نحل الموضوع بالتراضي.
ولو انت اللي بتحرز استاذ عماد. اعطيني ورق المحل. طيب الزباين شو دخلهم؟ حابب شوف هوياتهم. ليش؟ واجبي بدي اسويه. خليهم يجوا لعندي كل واحد هويته بايده. حاضر سيدي. انت بتعرف انه هذا تعسف؟ اوكي تعسف. يا ريت تجيب لي ورق المحل وبدون كتر حكي. مين؟ أنا. مين أنت؟ افتحي لحتى قلك. ما رح افتح لحتى تقول مين أنت. مين؟ ما بعرف. ما عرفتي صوته؟ لا. طيب كنتي افتحي بركي. قصدك سامي؟ ما بعرف. لا ماما ما بتصور. بعدين معقولة إذا ندلع البيت يجي بهالوقت؟ معك حق. شو ماما؟ كأنه عم تحني له. ما بعرف، أنا زعلانة عليه. ما بتصور إنه بستاهلك. مثل ما بدك. أصلاً أنا مستحيل أرجع أحكي معه، هو ما كان منيح معي. ما بدك تتعشي؟ ما عم يجيني نفس للأكل. بس عمو فؤاد ما دخله، يعني أكيد رح يطلع. يا ماما أنا بزماني كنت ما دخلني وانحكمت مؤبد. هلأ غير زمان إن شاء الله. يلي أخذوا هوياتهم بيقدروا يروحوا على بيوتهم. بدو أخذوا لي الهوية ما رجعتوا لي إياها. أنتوا أعماركم تحت 18، يعني لازم تروحوا معنا على المخفر ونخبر أهاليكم مشان يجوا يستلموكم. في مجال كلمتين على انفراد؟ وأنت كمان موقوف بتهمة بيع مشروب كحولي من دون ترخيص، إقامة حفلات وإزعاج جوار كمان من دون رخصة. طيب أنا عمري فوق 18. هويتك أو جواز سفرك معك؟ في البيت. أوكي، معناها لازم تروحي معنا على المخفر منخبر أهلك بيجيبوا الجواز وبيستلموكي. تعرف أنك رح تندم كثير؟ يشرف معي وبدون كتر حكي. أنا لا حكي.
بيلي يا صورة بيضة. لا بقى تسألي ولا يعتب حدا ولا يزعل حدا. ماما عم تبكي؟ لا يا ماما بجوز ناست. بس دائما بتسمعي هالغنية؟ هاي الغنية كنت غنيها دائما لأخوك جابر. خلينا نحكي معه ونقول له كل شيء. لا ماما، أنا متأكدة إنه نبيل هو اللي قتل هشام. وقت بينمسك بنقول كل شيء لجابر. يلا حبيبتي نامي. ماما أنا زعلانة عليكي، أنتي تعذبتي كثير. بعذبكم معي كلكم، حتى فؤاد ما سلم مني يا ماما. هو اللي اختارك. نعم ماما. نعم. ماما خلي الباب مفتوح. خايفة؟ لا بس بتونس فيكي. لا بيزعجك الضوء؟ ماما إذا مو جايكي نوم خلينا عم نحكي. لا حبيبتي، بدي اياك تنامي بكير مشان تروحي بكره على الجامعه. انت وعدتيني لا تتهربيها. طيب بس ليرجع ابو فؤاد. طيب حبيبتي انا رح فوت اقرا شوي وبعدين رح نام. تصبح على خير. تصبح على خير. هذا غياس. الو غياس، كيفك؟ شو صار معك؟ كلهم؟ ايه لحظه لحظة لحظة شوي لأسأله. غياس بده اياك تروح على المخفر تقدم شكوى وتوقع عليها هلا. ايه بروح وبوقع. الو غياس، احنا جايين فورا. شلون؟ طيب ايه خلص خلص على المخفر. مع السلامة. شو سكروا المحل؟ جواز سفر. انا جاي جاي جاي. لا لا الو مرحبا جابر، كيفك؟ انت مع سامي لهلا؟ طيب بس تخلصوا حاكوني. لا 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 ابدا ما في شيء. لا عادي. يلا ماشي الله معك. باي. ازيك يا سامي؟ هو بابا لحق يقول لك؟ وين؟ شو عم تعملي هون؟ نقيب غياس وين؟ حضرتك استاذ جابر؟ اتفضل استريح، هلا بيجي سياده النقيب. معي انا ما قلت لك انه هذا المحل مو منيح؟ بس اللي حصل ده غريب قوي. قبضوا عليه وحطوه في الحبس، حتى الموبايل ما خلوش يتكلم فيه. بيستاهل، ما حدا قال له يخالف القانون. مرحبا شباب. كيفك؟
كيفك استاذ جابر؟ طيب ماشي الحال. طمني عنك. ماشي الحال. وين رفيقك اللي بده يوقع الشكوى؟ سامي. مرحبا استاذ سامي. اهلا وسهلا. كيفك؟ ماشي الحال. شو بتعرفوا بعض؟ اه سامي شركنا في الشركة. صبية حلوة مثلك وبنت عيلة وعندك شغلك، ما لازم تروحي على هيك أماكن. أنا حر. حرة بس لازم يكون معك هوية. ما بصير أنا أعرف عنا؟ لا ما بصير. خلاص مضطرين بقى نستنى بابا يجي. ليش ما خليتوا عماد يحكي تليفون؟ حقنا للصبح لحتى نسمح له باتصال. ايه بس لازم تخلوه يحكي، يعني مع مين بده يحكي دخيلك؟ لو كنتوا خليتوه يتكلم في التليفون انا عارفه كان هيكلم مين وكان هيطلع. هو صار يهدد ويتوعد. قلت لحالي بستخدم صلاحيتي لاخر مدى. بابا شو القصة؟ كان بدنا اثبات شخصيه لبنتك. شو عامله؟ كانت موجوده بمكان مشبوه. كيف يعني مشبوه؟ تفضل. بس كنا بدنا نتاكد انه فوق 18. انت كنت معها؟ لا انا. الاستاذ سامي هو اللي قدم الشكوى على المحل. هيك لك انا استاذ جودات. انا ما كنت بعرف انه هي موجوده بالمحل. لو كنت عارف ان انا هناك انت برضو قدمت الشكوى؟ ولسه جابر هون كمان؟ الامور واضحه. في شيء ثاني؟ لا. شرفي. شو سامي؟ اندمت؟ ما اندمت بس انحرجت. هذا هو جودة المحمود. مثل ما عملنا مع ايمن وفاديا لازم نخليه هو يعترف. طيب مشان عماد شو رح تعمل؟ الصبح رح احوله على النيابه العامه. بابا مش هتكلم مستر نديم عشان يطلع عماد؟ شربانة؟ لا شربانة شوية ما فيهاش حاجة يعني، وبعدين ده مش موضوعنا. هذا هو الموضوع. بعدين أنا أبوكي ما بصير تستمري بهالضياع هاد. ضياع؟ يعني إيه؟ ما بعرف بس ما لازم تستمر حياتك بهالطريقة. يا سلام، هو أنا مش حرة؟ حرة بس مو هيك. بابا أنا وإنت دلوقتي متنرفزين مش هينفع نتكلم مع بعض. سوري انت ايدك لسه بتوجعك؟ مش مهم بابا. طب مش هتكلم مستر نديم علشان خاطر عماد؟ ما راح اتصل بالعفاريت، مو اساس ساحر وما بعرف شو، يدبر حاله. انا رغبان انه هذا المحل يتسكر. بس انا بقى بحب المكان ده وما برتاحش غير فيه. لنفس السبب انا ما بحبه. هن كانوا ملبكين كتير. طيب وسامي شو عمل؟ كان متضايق أول شيء لأنه دريوا أنه هو قدم شكوى، بس بعدين ما عاد فرقت معه. وجودت؟ انتبهت كيف كان لافف إيديه؟ إيه، قال فرقت المي السخنة من السيارة على إيديه. بس بتعرفي؟ بعينته وضعه مع بنته ماله منيح بنوب. إيه هيك الظاهر، لأنه على ما يبدو في بيناتهم خلاف كتير كبير على الشغل مشان عماد. إيه بس بعينته هذا الخلاف رح ينحل مدام عماد فرط. بتتصور فرط فعلا؟ محله تسكر. ايه بس هو مشروعه مع مايا ما له علاقه بالمحل. شو ما حكى لك سامي؟ حكالي بس انا فكرت انه هي حجه مشان عماد يسحب مصاري من مايا. ايه معقول، ممكن كمان يكون بده يكبر شغله. انا ما له عاجبني لا هو ولا شغله. اليوم حكينا انه سامي كثير عنه. اذا راد الزلمه عم بيقول شيء ويعمل شيء ثاني. Thank you.
مجنون. اتصل بالشرطة. شو بدنا نقول لهم؟ شو ما كان حرامي. هذا أكيد من طرف نبيل. إيه أحسن، خليهم يمسكوه. يا ماما ما رح أعرفه، كان مغطي وشه. شو يعني؟ ولا شيء. وين رايحة؟ بدي أجيب مي. أنا بجيب لك. بركي رجع. لا ماما ما رح يرجع. لأنه أكيد كان مفكرني لحالي. ماما أنا خايفة كتير. معقول اتصل بجابر هلا؟ هلا أنا بحب نوع معين من الموسيقى، يعني بغض النظر إذا كان قديم أو جديد. بحب الموسيقى المشغولة المتعوبة عليها. الفن مو بس موهبة. ما عاد حدا تعب على شيء، كله عم بيوصل اللي بده إياه بدون أي تعب وأحيانا بدون موهبة. بس هذا النوع بينتهي بسرعة. دخيلك بيطلع غيره. شو ما عاد طلع غير هالفتاشات هدول؟ ليش عم تضحك؟ عجبتني كلمة فتاشة. صوت على الفاضي. سوزان لحظة شوي، هي حنان. مين حنان؟ مرت فؤاد. بس لحظة. ألو؟ هلا مدام؟ خير؟ شو هالحكي؟ طيب أنا جاي فوراً. ماشي، بجي لحالي. بخاطرك. ألو؟ إيه سوزان؟ في حدا هاجم على بيت فؤاد وحاولين يخنقوا مرته. شو هالحكي؟ هيك عم تقول. رح روح شوف شو القصة. طيب إجي روح معك؟ لا لا لا، معقول تنزلي بهذا الوقت؟ طيب مثل ما بدك، بس خبرني أول ما تعرف شو القصة. إيه؟ ماشي ماشي. ألو. أهلين سوزان، شو عرفك؟ لا لا لا، ليلى ضربته على راسه بالمزهرية قام هرب. لا ما رح قله. معلش سوزان، ما بدي قله هلا. إيه ساعتها بتتخبى ليلى جوا. لا 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 مو خايفين. اتصلت بجابر مشان ما يزعل لا هو ولا فؤاد قام. طيب. طيب ماشي الحال. وأنت من أهله. شو بك ماما؟ شو كانوا عم يحكوا مع بعض بعد نص الليل على التليفون؟ الو، ايه نبيل؟ جودت يا اخي جودت، اسف، وينك انت؟ يلا جايك فورا. شو هالحكي؟ كل شيء كل شيء؟ هلا انت وين؟ طب اسمع لهلا، لا بكره بشوفك بكره بشوفك. لك يا اخي بركي بدك مستشفى. طيب ماشي ماشي، تعال 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 بس بسرعة.
ما بعرف، فتحت عيوني على واحد حاطط ايدي على رقبتي وعم يخنقني. طيب ما عرفتي مين هو؟ كان مغطي كل وشه، ما شفت ولا شيء. طيب شو عملتي؟ ضربته بالمزهرية، قام داخ وهرب. وين صار الحادث؟ فوق. ممكن اطلع لفوق؟ تفضل. هتصل بغياس؟ لا ما في داعي. بجوز يكون نبيل الصاحي. شو بده فيه؟ متضايق من فؤاد لانه عم بحركش وراه. وانا شو دخلني؟ كل الحق علي انا. هي ورطته لفؤاد وهلا انتي. مو مشكلة. انتي قبلنا. شو هذا الصوت؟ ما سمعت صوت. بلا. طلع صوت من هون. بجوز الهواء. شو في بهالأوضة؟ ما في شيء، فيها تختين وخزانة بس. من أول ما جيت على هالبيت وهالأوضة مقفولة ومفتاحها مع فؤاد. ليش مقفولة؟ ما بعرف، هو دايما بيقفلها. طيب من فؤاد؟ ما بعرف، نمت فتحت عيوني لقيته فوق راسي. لك مين هاد؟ ما في حدا، الأوضة مقفولة والأباجور نازل. طيب كيف بدك تبقي لحالك؟ مو مشكلة، بنزل الأباجور وبقفل الباب وبنام تحت بالصالون، لا تخاف. يعني معقول داخل من ضربتك؟ مثل ما عم قلك هذا اللي صار. طيب إذا حسيتي بأي شيء اتصلي فيني. شكرا كثير. تصبحي على خير. وأنت من أهله. كان رح يحس علي. شو هالصوت يلي طلع؟ وأنا مستندي على الباب عم تسمع بدون قصدي، إيدي طلقت بإيد الباب. يلا الحمد لله ماما مضت على خير. ما بتصور مرقت على جابر، باينته ذكي كتير. يقبر قلبي، لبكني. شو بدنا نعمل هلأ؟ منقفل الأبواب ومننام هون، وقت يطلع الصبح منشوف شو بدنا نساوي. ما بتصور رح يجينا نوم. الو علي سوزان. لا صوتي عادي، ما في شيء ما في شيء. ايه رحت اطمنت عليها. لا ما جبنا الشرطة، هي ما بدها. شو بيعرفني؟ طيب طيب خلص عليها. تصبح على خير. باي باي. الو كيفك؟ اهلين سوزان. شبه جابر؟ ما في شي. ما بعرف، حاسته مزعوج من شي، كأنك قلتي له.
ما قلت له شيء. لكن شو بو؟ ليكون شاكك انه عندي حدا غريب البيت. معقول؟ يمكن لانه ليلى طالعت صوت من مطرح ما كانت متخبيه بالاوضه، قام سالني. طيب وانت شو قلتي له؟ قلت له الهوى. بس يا حنان هيك حرام. معلش بكره بشوف فؤاد وبيحكوا بالقصه. طيب ماشي مثل ما بدك، تصبحي على خير. انت من اهله. تحمس شوي. يا هلين انت يا عمو عايز تفهمني انه كل اللي حاصل في دماغك ده بسبب انك وقعت على السلم؟ صدقيني ده اللي حصل. والله شكله سلم كبري. لا صدقيني من زمان ما رحتش المحلات ديت خالص. مش عارفه ليه يا عمو مش مصدقك بصراحه. لك لا ميوش صدقيني انا واحد تاني هلا. شكل الوقعه دي يا عمو عملت لك ارتجاج في المخ. تعرف انك ما تستحي انت؟ لك حاجه بقى نبيل راح تصير مرتي. هذا الموضوع بدك تاجله. بلشنا بالناء. انا اليومين زعلان من مايا ما بدي احكي معها. ايه صالحها كرمالي. جبتها من المغفر اليوم. ليش المغفر؟ مشان شو؟ كانت بالديسكو عند عماد الساحر لما اجت الشرطه وسكرت المحل. ايه مايا شو دخلها؟ ها؟ ما معها جواز سفر. بسيطه، بكره بس تصير مرتي راح ريحك من كل الشغلات هاي. مانك شايف انه البنت بتنادي لك عمو؟ هيك احسن، بكره بالمستقبل بتحترمني اكثر. شوكات اطلب اي شيء وانا جاهز. اسمع نبيل، انا سرقت وقتلت وخربت كل شيء بدك تخربه. مشان شو؟ يعني نفذت لك طلباتك. هلا اجى الوقت اللي انت تنفذ لي طلباتي. ايه وانا جاهز. ما بدي غير كتب كتاب. حرام عليك يا رجال. قصدي حرام تخرب حياتك وتحرق قلب بنتك. شو قصدك؟ انت بتعرف انا شو بعرف وقديش عندي اثباتات. شوكات عم تهددني؟ نعم سيدي عم هدد، لانه انت ما بتجي بغير هاي الطريقه. اسمع بكره الصبح الساعه 11 بتكون مزروع قدام المحكمه عن اذنك. شوفي ليش عم بتدخن بأوضة النوم؟ نسيت افتح الشباك، كنت عم بشتغل على الكمبيوتر، انت ناست ونمت. هذا الحكي ما بيصير. دخان سم. ولك سم حقيقي، بكره ما بتشوف حالك الا ما بقى فيك حيل، لا تطلع ولا تمشي ولا تنزل ولا تروح لمحل، وبتخطير على بكير، شو بدك تعمل بحالك يعني؟ مو مشكلة عمتي، مو مشكلة. تفضل، الفطور جاهز. بدي اشرب قهوة بالأول مشان صحصح. وما في تدخن؟ ما في تدخن قبل ما تفطر؟ سيجارة واحدة، سيجارة قبل الفطور. لا تاخذنا استاذ عماد، حقك علينا. هذا الملازم اللي جابني لهون شو اسمه؟ الو ايوه عماد انت طلعت؟ طب الحمد لله على السلامة. لا طبعا سامي مالوش دعوه بالموضوع ده. لا مش عشان كده. طب بص ما تعملش حاجه لحد ما اجيلك، انا نص ساعه هكون عندك. اوكي يلا باي باي.
صباح الخير حبيبتي. صباح الخير. يلا قومي غسلي مشان تشرب القهوة معي. ما ارتحتي بالنوم ما هيك؟ كوبست كثير. إن شاء الله أنا ولا أنت حبيبتي. يلا صح صحي بسرعة لأنه لازم تروحي على الجامعة. بلا ما أروح اليوم، شفتي كيف كانت ليلتنا. بس رح تروحي بكرة ها؟ صباح الخير. صباح الخير. لوين؟ عندي مشوار. أكيد مو على الجامعة. مش هكذب عليك، بصراحة عم اطلع النهاردة ولازم أشوف. ما في روح. بابا الله يخليك، أنا متضايقة لوحدي، ما تزودهاش علي. شو بدك بعماد؟ مو على أساس عم تحكي مع سامي؟ أنت بتراقبني؟ لا، القصة واضحة وسوزان حكت لي كمان. يا سلم، وسوزان دي مالها ومالي اصلا؟ مالها شيء، انا ابوكي ما لي. بص يا بابا، انا لا بحب حد ولا عايز احب حد. مش مهم. امال ايه المهم؟ المهم انه طول الوقت عم تكذبي علي. انا حر. مايا انت مالك حر، طالما إلك أبي هالبيت أنت مالك حرة أطلاقاً. الكلمة كلمتي، لما بقول ما بتطلعي يعني ما بتطلعي. أنا عندي شغل ولازم أشوفه بنفسي. شغل شو؟ طول عمري أنا اللي بشتغل. وأنا ما بقيتش صغيرة، وأنا لازم أخد بالي من فلوسي وأتصرف فيها زي ما أنا عايزة. فلوسك؟ آه فلوسي، حسيتي في الفلوس. الحصة اللي ترك لك إياها جدك ما بتطلع واحد بالألف من اللي شقيت وتعبت لجمع لك إياها. لولا فلوس جدي ما كنتش بقيت في اللي أنت فيه دلوقتي. بابا ممكن نأجل الموضوع ده بعدين؟ أنا موضوع؟ موضوع المشروع بتاع عماد. هعمله يعني هعمل. اوكي باي. انا سوزان. صباح الخير. ايه لساتني بالبيت؟ نعم متضايق شوي. ما في شيء. لا عن جد ما في شيء، بس يمكن ما نمت منيح. ايه نازل. لا مو على المكتب، رح امرق لعند غياس. سوزان ليكي، حاولي اليوم تنتبهي اذا جودة عم بيرو شوي. ايه بعرف، يعني كمان انا بتوقع انه ما يكون هو، بس انتي هيك راقبي. طيب مع السلامة. مع السلامة. الو اسمعي لهلا، بيطلع الاسم بتقولي حاضرة، واقفة قدام القاضي بيسألك بتقولي له موافقة، بتطلعي بتاخدي القرشين وبتتيسري. انت بتجيب لي الشهادة التانية وبتنزرع هون، وإذا ما جبته ما بتطول ولا ملي. يلا قولوا يا رب. ما قدرت اقدر الوقت منيح، ماني متعود اتحرك بدون سيارتي. شمعولك بالشمع الاحمر؟ ولا يهمك، هلا بتليفون واحد الامور كلياتها بتتحل.
الو. سلام باشا. ايه صرت عند المحل. شكرا شكرا كثير لك. طبعا ولو نحن بالخدمه دائما. طب قول لي دلوقتي هتعمل ايه؟ يا سلام بالسهوله دي. انا عماد يا مايا. تفضل. انت ليه قفلت الباب؟